سيادة الرئيس، شكراً جزيلاً لأنكم أتحتم لنا هذه الفرصة ووافقتم على اللقاء معنا. نحن هنا في سوريا بمناسبة الذكرى الخامسة لبدء العمليات العسكرية الروسية على أرض بلادكم، العملية التي جاءت للمساعدة في تحرير سوريا من الإرهاب، ولذلك نريد أن نناقش معكم ومن الممكن أن نجمل نتائج هذه الأحداث. أهلاً وسهلاً بك في سوريا، أنا سعيد جداً باستقبالك اليوم وبأن أجري هذه المقابلة مع قناتكم المحترمة. سيادة الرئيس، إذا عدنا إلى الأحداث التي عمرها 5 سنوات، كيف من الممكن اليوم أن تصف الوضع الذي كان والذي مرت به سوريا عام 2015؟ هل كان لديكم أمل بالحصول على مساعدة خارجية؟ إذا أردت أن أختصر الموقف في ذلك الوقت، أستطيع أن أقول بأنه كان خطيراً جداً. فالإرهابيين كانوا يتقدمون في مناطق مختلفة في سوريا ويحتلون المدن بدعم مباشر من الولايات المتحدة، من فرنسا، من بريطانيا، من قطر، من السعودية، دعم مباشر بالإضافة للدعم الغير مباشر من قبل الدول الغربية أو المجموعة الغربية بشكل عام. والوضع في سوريا، هذه الوضع الذي وصفته بالخطير، كان هو محور نقاش بيننا وبين القيادة الروسية العسكرية والسياسية، خاصة بعد مجيء داعش في عام 2014 واحتلالها لمناطق واسعة في البادية السورية. وطبعا كنا نأمل بأن يكون هناك مساعدة لعدة أسباب. السبب الأول هو أن الموقع السياسي لسوريا هو موقع هام، وبالتالي أي خلل في هذه المنطقة سوف ينتشر في كل المنطقة وفي منطقة الشرق الأوسط وينعكس إلى مناطق أخرى. والصراع على سوريا هو من قبل التاريخ لأهميتها، ليس شيئا جديدا. الجانب الآخر أن الإرهاب الذي كانت سوريا تحاربه هو نفس الإرهاب الذي اختطف الأطفال في مدرسة بيسلان في عام 2004، هو نفس الإرهاب الذي دخل إلى المسرح وقتل الأبرياء. فإذا هو إرهاب عالمي، فمن مصلحة روسيا أولا أن تضرب هذا الإرهاب في سوريا، وثانياً أن تحافظ على هذا الاستقرار الذي ربما ينعكس على مناطق أخرى بما فيها، يعني يؤثر على مصالح دول أخرى بما فيها مصلحة روسيا. إذا قارنا الوضع قبل 5 سنوات بالوضع الحالي، كيف تقيمون ما تقوم به روسيا، دور وزارة الدفاع، ما يقوم به العسكريون الروس الذين يتواجدون هنا منذ 5 سنوات على الخط الأول في الحرب على الإرهاب؟ لا شك بأن الجيش الروسي هو جيش متقدم جدا من الناحية التقنية، هذا الشيء أثبتته الحرب وأظهرته بشكل واضح. الجانب الآخر هو جيش محترف بكل معنى الكلمة، يحدد الأهداف بدقة ويذهب بتصميم من أجل تنفيذها. أما إذا أردت أن أصف العسكريين الروس الذين تعاملنا معهم بشكل مباشر بمختلف المستويات، ضباط أو أفراد، فكانوا يعملون من دون توقف. يعني على سبيل المثال، الطيارين الروس عندما كانت تشتد المعارك كانت تبدأ الطلعات في 3 صباحا قبل الشمس، وأحيانا لا تتوقف إلى ما بعد منتصف الليل، لم يكن لديهم الوقت للهدوء. وطبعا الجيش الروسي قدم تضحيات على الأرض السورية وقدم شهداء. أما بالنسبة لوزارة الدفاع وهي المظلة التي ترعى هؤلاء المقاتلين، فقد أثبتت كونها ذات طابع عسكري وسياسي، أثبتت مصداقية عالية. كان من الصعب أن يتم تنفيذ هذه المهام العسكرية بشكل مشترك بين جيشين لولا المصداقية العالية التي أظهرتها وزارة الدفاع الروسية من خلال الشفافية العالية والوضوح والصدق في كل ما اتفقنا عليه وتم تنفيذه خلال السنوات الخمس الماضية. هذا ملخص ل5 سنوات عن انطباع الكثير من العسكريين السوريين عن التعامل مع زملائهم من العسكريين الروس. أريد أن أضيف هنا نقطة واحدة، يعني دائما المواطن الروسي فخور جدا بجيشه، ولكن يحق له بعد هذه المعارك أن يكون أكثر فخرا بإنجازاته الكبيرة. شكرا على هذه الكلمات. نواصل إذن الحديث في موضوع التعاون المشترك بين الجيشين الروسي والسوري، باعتبار تحدثنا حول هذا الموضوع. الجيش السوري أيضا تغير كثيرا خلال ال5 سنوات الماضية، ما هي الخبرات التي اكتسبها الخبراء السوريون العسكريون السوريون من خلال تفاعلهم مع العسكريين الروس ووزارة الدفاع الروسية؟
لا شك بأن للجيش الروسي خبرات متنوعة، سواء إذا عدنا للحرب الوطنية العظمى فيها خبرات عسكرية بحرب كلاسيكية، ولكن لديكم خبرات الشيشان وهي حرب غير تقليدية تشابه الحرب التي خضناها من ناحية أنها كانت حرب مدعومة من الخارج بهدف أضعاف روسيا وبهدف ربما تقسيم روسيا، وكان فيها مجموعات إرهابية تظهر بأشكال مختلفة بشكل خلايا نائمة. كل ما في حرب الشيشان كان غير تقليدي. نحن لدينا خبرات ربما تكون مختلفة، لدينا خبرات في الصراع مع الإرهاب في النصف الثاني من السبعينات والتي استمرت حتى بداية الثمانينات، كانت أيضا صراع مع المجموعات الإرهابية المتطرفة، ولكن هذه الحرب كانت أقرب إلى حرب الشيشان من حيث الدعم الخارجي ومن حيث أنهم يخوضون حرب غير تقليدية، ولكن هي أقل من جيش ولكنها أكثر من خلايا نائمة. فلا شك أن الدمج بين الخبرتين الروسية في تعاملكم مع الإرهاب والسورية كانت هامة جدا، ولنأخذ بالاعتبار أن الإرهابيين في هذه المرحلة السنوات الخمس الماضية طوروا أساليبهم بشكل يختلف عن خبرتنا ويختلف عن خبرتكم، فكان هناك دروس نتعلمها نحن وأنتم، يعني الجيشين السوري والروسي بالتعامل مع الإرهاب. فأستطيع أن أقول بأنها كانت تجربة من الناحية العسكرية غنية جدا، وربما طالما أن الإرهاب لم يتوقف يكون دائما هناك دروس جديدة، لأن كل معركة كنا نخوضها كانت تختلف عن الأخرى. لكن لا شك بأن جمع خبرتين تجربتين كبيرتين كان له تأثير كبير خاصة بالنسبة لنا في سوريا. أنتم تعلمون في نهاية الأمر أن هناك تشابها بين دولتينا في كثير من الأشياء، لأن في سوريا كانت تتقاطع دائما خلال العديد من القرون مصالح دول مختلفة لنقل قوى مختلفة، وأيضا روسيا خلال تاريخها خاضت حروبا عديدة. نحن لم نبدأ الحرب، العدو هو الذي جاء إلينا. باعتبار أنتم تطرقتم إلى هذا الموضوع، بلدنا هذا العام يحتفل بالذكرى 75 للانتصار العظيم، الانتصار في الحرب الوطنية العظمى، وفي هذه الحرب الرهيبة لشعبنا الحرب الوطنية العظمى نقطة تحول كانت المعركة من أجل ستالينغراد. بعدها بدأ الهجوم باتجاه الغرب، استطعنا طرد، عفوا على هذا التعبير، الفاشيين من بلدنا. هل ممكن أن نقارن ذلك بما حدث للشعب السوري؟ المعركة من أجل تحرير حلب التي يسمونها في كثير من الأحيان ستالينغراد السورية، ما هو أثر تحرير حلب في عملية تحرير سوريا من الإرهاب؟ أنت تسألين عن مفصل هام جدا في الحرب السورية ومعركة حلب، ولكن المقارنة التي تقوم بإجرائها موجودة لدينا لدى المواطنين السوريين، لأن حلب حصرت لأكثر من عامين، حصار أغلب الأوقات كان يكون حصار كامل، وإذا كان هناك إمكانية لإدخال بعض المواد الغذائية فكان يتم، أو بعض الحاجات الأساسية كان يتم من معابر تحت ضربات الإرهابيين، يعني قد تصل وقد لا تصل، فيها مخاطرة، لم يكن هناك كهرباء، لم يكن هناك ماء، لم يكن هناك مواد أساسية، وما ذلك صمد أبناء حلب في المعركة. فأنا أعتقد بأن هذه المقارنة أهميتها أولا بالنسبة للحصار وبالنسبة لصمود الشعب. فعندما تتحدثي عن ستالينغراد قبل أن تذكري الانتصارات العسكرية تذكري صمود الشعب أولا أبناء ستالينغراد، لولا هذا الصمود لما كان قادر، لما كان للجيش الروسي أن يتمكن من البدء بهجوم كبير. نفس الشيء حصل في سوريا، لولا صمود أهل حلب كان من غير الممكن للجيش أن يتمكن من التحضير لمعركة كبيرة. للمصادفة المقارنة الأخرى أن الجيش في ستالينغراد انطلق غربا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي حلب أيضا الجيش تحرك غربا، واستمرار التحرير باتجاه إدلب لابد أن يستمر غربا، هذا للمصادفة. طبعا أهمية حلب، حلب هي المدينة، يعني دمشق وحلب هما أكبر مدينتين في سوريا، فهي تحمل أهمية سياسية اقتصادية وعسكرية. لا شك بأن معركة حلب بالمعنى بالنتائج الاستراتيجية هي معركة هامة جدا بغض النظر عن المساحات أو حجم المقاتلين، بنتائجها كانت معركة فاصلة غيرت اتجاه الحرب في سوريا. لذلك أعتقد بأن ما بعد حلب
كمعارك وكوضع سياسي لن يكون كما هو قبل حلب. فالمقارنة التي سألت عنها هي مقارنة صحيحة مع اختلاف المساحات طبعا بين الدولتين. هذه المعركة حملت أبعادا كبيرة لسوريا وكذلك خسائر فادحة، وكان لها دور مصيري في تغيير مسار الأحداث. سيادة الرئيس، اليوم وبناء على الاتفاق الذي وقع بين روسيا وسوريا على أرض بلدكم، يوجد قاعدتان عسكريتان روسيتان، حميميم وطرطوس. برأيكم أي دور ستلعبه هاتان القاعدتان في توفير الأمن لسوريا اليوم، وأي دور ستقومان به في المستقبل؟ يعني النظر للدور الروسي العسكري في سوريا وتحديدا القواعد ينطلق من نقطتين. الأولى هي النقطة الحالية، وهي مكافحة الإرهاب والذي نسميه إرهاب دولي. هذا الإرهاب الدولي يعني سيأتي يوم وينتهي، أو ربما يضعف، لنقول بأنه سيضعف نتيجة المعارك المستمرة من أجل القضاء عليه. ماذا بعد هذا الإرهاب؟ هناك نقطة أخرى هي الدور الروسي في العالم. نحن اليوم نعيش في غابة دولية وليس في قانون، في ظل قانون دولي. وسبب هذه الغابة بأنه لم يكن لربع قرن من الزمن لا يوجد توازن دولي. هذا التوازن الدولي وبحاجة لدور روسيا من الناحية السياسية في المنظمات الدولية، ومن الناحية العسكرية. من الناحية العسكرية لابد من وجود قواعد. كيف نستفيد من هذا الموضوع كدولة صغرى وكثير من الدول الصغرى؟ وأستطيع أن أقول أغلب دول العالم هي التي ستستفيد من هذا التوازن الدولي. يعني فائدة سوريا ستكون غير مباشرة من خلال هذا التوازن الجديد. فإذن علينا أن لا نضع الوجود الروسي فقط في إطار مكافحة الإرهاب، لأن القاعدة أو الاتفاقية عمرها 45 عاماً. لن يستمر الإرهاب 45 عام، ولكن هناك شيء ما بعد الإرهاب، هو الدور الروسي الضروري للتوازن الدولي الذي يلعب الوجود العسكري فيه في مناطق مختلفة من العالم دورا أساسيا. طبعا عندما يتخلى الغرب عن القوة العسكرية لخلق المشاكل في العالم، ربما لا تكون روسيا بحاجة لمثل هذه القواعد، لكن الآن روسيا بحاجة والعالم بحاجة لهذا التوازن الذي ذكرته. سيادة الرئيس، لنتحدث عن الذين دائما يخرقون ويتجاهلون القانون الدولي. أنتم تعلمون عمن أتحدث. أنتم رئيس منتخب للجمهورية العربية السورية. أنتم قدتم الحرب على الإرهاب، القانون إلى جانبكم، الشعب وراءكم، ومع ذلك نسمع بشكل متواصل من بعض القادة الغربيين تصريحات سيئة. على سبيل المثال، الأسد يجب أن يرحل. نحن نتذكر جيدا كيف تحدث عن ذلك باراك أوباما. مع الأسف الآن يكرر نفس الأمر دونالد ترامب. مؤخرا صدر كتاب في أمريكا، الخوف، ترامب في البيت الأبيض، للصحفي الأمريكي الشهير بوب وودوارد، وهو يؤكد أنه في العام 2017 بعد القصف الصاروخي على سوريا طالب ترامب باغتيالكم، واقتبس: دعونا نغتاله، فلنقتلهم جميعا. كيف تعلقون على ذلك؟ لماذا يشيطنونكم؟ أولا، بالنسبة للتصريحات التي كانت تذكر دائما بضرورة رحيل الرئيس، هذا اعتادت الولايات المتحدة أن يكون لديها رؤساء لنقل بأنهم عملاء لها، يعني هي تضعهم، وبالتالي تقول لهم ابقوا الآن، وعندما ينتهي دورهم تقول لهم اذهبوا. هم معتادون على هذا الشيء. أنا لست واحدا من هؤلاء، وبالتالي كل التصريحات التي صدرت لا تعنينا نهائيا ولا تزعجنا ولا نشعر بها. هذا كلام أمريكي للأمريكيين. ألا يثيركم استخفاف الغرب بعلاقته بكم التي يمكن أن تكون أحيانا وقحة؟ لا، لأنها يعني أقل من أن يهتم بها الشخص. وسأقول لماذا. لو انتقلنا لتصريحات ترامب الأخيرة والتي ذكرها الكتاب المذكور، هي ليست شيء مفاجئ ولا شيء جديد، لأن سياسة الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى اليوم هي سياسة هيمنة، هي سياسة انقلابات،
هي سياسة اغتيالات وسياسة حروب، فهذا شيء طبيعي، هو لم يذكر شيء جديد ترامب. بالعكس علينا أن نتفق بأن لترامب ميزة هامة بأنه فضح النظام الأمريكي. هو بالنسبة لنا مفضوح، ولكن كان يخبئ نفسه ببعض الأقنعة الجميلة من حديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والأشياء المشابهة. ترامب إنسان صريح يقول هذا ما نقوم به. فحتى ولو لم يقول هذا الكلام، ترامب يجب أن نعرف بأنه جزء من سياستهم وتفكيرهم. الولايات المتحدة لا تقبل بشركاء في العالم، وبالتالي لا تقبل بدول مستقلة بما فيها الغرب. الغرب هو تابع للولايات المتحدة، هم ليسوا شركاء للولايات المتحدة، هم غير مستقلين. هم لا يقبلون شخص مستقل ولا يقبلون دولة مستقلة. هم لا يقبلون حتى روسيا وهي دولة عظمى أن تكون مستقلة. هم لا يقبلونكم في التاريخ، يعني أنت تعرفين بأنهم يرفضون دوركم في القضاء على النازية، وكأن روسيا ليس لها دور في القضاء على النازية. إذا لم يقبلوا روسيا في التاريخ، فهل سيقبلونها بالحاضر؟ إذا لم يقبلوا الدولة الكبرى روسيا كدولة مستقلة، فهل يمكن أن يقبلوا بسوريا الدولة الأصغر أو الدولة الصغيرة كدولة مستقلة؟ هذه مشكلة الأمريكيين، هم لا يقبلوا بأي شخص يعمل من أجل مصلحة بلده أو يحترم نفسه أو يكون مستقل بالقرار الوطني. نعم، هذه نقطة تشابه أخرى بين بلدينا. حسناً، فنتحدث عن سير عملية العفو عن المسلحين. كيف تسير عملية المصالحة بين الأطراف المتخاصمة؟ في تموز بسوريا جرت الانتخابات البرلمانية والتي فاز فيها الائتلاف الحاكم، ونهنئكم بذلك، ولكن من الواضح أن مشكلة المعارضة ما زالت. لا أزال أتذكر عندما جرت المحادثات في جنيف، ممثلو السلطة والمعارضة أدخلوا إلى القاعات من جهات مختلفة من أبواب مختلفة حتى لا يتشاحنوا فيما بينهم. كيف تسير حاليا هذه العملية؟ ما هو الجديد حول لجنة الدستور؟ ما هو دور الوسطاء الدوليين في هذه العملية؟ دور الأمم المتحدة؟ وما هو دور روسيا؟ وبمن تثقون شخصيا في هذه العملية؟ بالنسبة للمفاوضات، تلعب روسيا وإيران دوراً هاماً من أجل دعم هذه المفاوضات إلى الأمام لكي تحقق شيئاً ولو جزئياً، لأن المفاوضات ستأخذ وقت طويل. لكن لنتحدث بصراحة، عندما نتحدث عن طرف آخر نسميه المعارضة، وأنتم لديكم معارضة في بلدكم، فمن شروط المعارضة أن تكون معارضة وطنية، أن تكون خارجة من الشعب الروسي، أن تمثل جزء من الشعب الروسي. ولكن أنت كمواطنة روسية عندما تعرفي بأن هذه المعارضة أو هذا الشخص يرتبط بجهاز مخابرات أجنبي، فأنت لا تسمينه معارض، لا يعد للمعارضة مرتبطة بالوطنية. بالنسبة لما يحصل من المفاوضات الآن، هناك طرف تدعمه الحكومة السورية لأنه يعبر عن وجهة نظرها، ولكن هناك طرف آخر تم اختياره من قبل تركيا. تركيا ليست طرف سوري، تركيا ومن يقف وراءها من الولايات المتحدة وغير هؤلاء ليس لديهم مصلحة الآن بالوصول إلى نتائج حقيقية في اللجنة، لأن الأشياء التي يطلبونها تؤدي إلى إضعاف الدولة، تؤدي إلى تفكيك الدولة، كما يحصل في مناطق مختلفة أخرى تتدخل فيها الولايات المتحدة وتضع دستورا يؤدي للاضطراب والفوضى بدلا من أن يؤدي للاستقرار. وهذا الشيء نحن لا نقبل به، ولا نفاوض حول أشياء تمس استقرار سوريا. لذلك إذا أردنا فعلا أن تصل هذه المفاوضات إلى نتائج، لابد من أن يعود كل الأشخاص لما يريده الشعب السوري بمختلف شرائحه وبمختلف انتماءاته السياسية. أنا أعتقد بأن المفاوضات الجولات المقبلة ستظهر أكثر حقيقة هذه الأمور. إذا كان الحوار سوري سوري ستنجح، طالما أن هناك تدخل خارجي لا يمكن أن تنجح المفاوضات. إذا سمحتم، أريد أن أوجه لكم عدداً من الأسئلة الشخصية التي بشكل أو بآخر لها علاقة بالماضي. من فضلكم أخبرونا، هل فكرتم خلال كل أهوال الحرب التي عشتموها وعاشتها بلدكم أنكم بين الحياة والموت؟ هل فكرتم بذلك في وقت ما؟
لو أتيت إلى دمشق قبل عام 2018 على سبيل المثال، فنحن جالسين في هذا المكان والقذائف تسقط حولنا من وقت لآخر، فكان احتمال الموت لأي مواطن، لأي شخص يتحرك سيرا على الأقدام بالباص بالسيارة ذاهب إلى عمله إلى أي مكان، أن تفاجئه قذيفة تؤدي إلى أذية أو إلى الموت. هذا كان احتمال موجود خلال تلك الحرب، لكن أعتقد بأنه بطبيعة الإنسان يتأقلم مع هذه الحالة في أي دولة في أي مكان في العالم، الإنسان يتأقلم مع الظروف. لذلك استمرت الحياة في دمشق، وأنا شخصيا كنت أذهب إلى العمل يوميا، لم أتوقف يعني ولا في وقت من الأوقات وتحت القذائف، يعني لم يكن هناك خيار آخر، لا يمكن أن يختبئ الإنسان وإلا فالإرهابيين حققوا الأهداف. نقطة القوة أن الحياة استمرت، فلذلك لا أعتقد بأنك مع الوقت تفكر بهذا الشيء، يصبح شيء ربما في العقل الباطن ولكن لا يكون جزء من تفكيرك اليوم، يصبح شيء تعتادي عليه. حياتكم اليوم كرئيس دولة يقود الحرب على الإرهاب، هل هذه هي الحياة التي حلمتم بها في وقت ما عندما كان لديكم نمط حياة آخر؟ هذا الإرهاب يضربنا منذ الخمسينات وليس مؤخرا، وكان مع كل مرحلة يأتي فيها كان يطور أساليبه. في الخمسينات كان يخلق نوع من الفوضى ولكنه لم يكن مسلح، في الستينات بدأ يتجه باتجاه السلاح، في السبعينات أصبح منظم، وفي الثمانينات والآن هذا الإرهاب نفسه أصبح لديه تكتيكات وأصبح لديه دعم سياسي وأصبح لديه دول تقف خلفه وبنوك كبرى تقف خلفه. فإذا قدرنا مع الإرهاب هو قدر من قبل ولادتي ومن قبل ولادة معظم السوريين الآن، فلا بد أن يبقى في تفكيرنا. فحتى ولو انتصرنا على هذا الإرهاب يجب أن نفكر بأنه يعود لسبب بسيط، لأنه ليس أشخاص بمقدار ما هو فكر أولا، وطالما أن الغرب سيبقى يعود لتاريخه الاستعماري وسيبقى يفكر بالهيمنة، فلا بد له من إعادة إحياء هذا الإرهاب بأشكال أخرى. فهذا الشيء نعم يجب أن نفكر بشكل واقعي بأنه قد يظهر لاحقا ولو تم القضاء عليه بأشكال أخرى. لذلك نحن بالنسبة لنا المعركة هي معركة مع الفكر الإرهابي قبل أن تكون مع الإرهابيين كأشخاص، لأن هذا الفكر عندما ينتهي فلن يكون هناك أدوات للغرب ولأعداء سوريا أن يعيدوا إحياءه من جديد. هل تظنون ذلك؟ أعتقد ذلك، لأن الغرب لن يتغير بالمدى المنظور، هذا من جانب. من جانب آخر الحرب الفكرية أصعب من الحرب العسكرية، تستغرق وقت طويل لإعادة تأهيل أجيال جديدة بفكر صحيح، بفكر غير متطرف، بفكر غير متعصب، بفكر منفتح، لأن بناء هذا الفكر استغرق منذ الستينات، استغرق 50 عاما لكي نصل لهذه المرحلة. هو ليس فكرا يظهر فجأة وانتشر في العالم، هناك أموال مئات المليارات صرفت من أجل تكريسه، والغرب كان يدعم هذا الكلام منذ أيام الحكم البريطاني بالمناسبة قبل الوجود الأمريكي، هم كانوا يدعمون التطرف الديني في بداية القرن العشرين وتطورت الحالة، فلا بد من وقت لمواجهتها. نحن نأمل الأفضل بأننا بمساعدة الله وبفكر منفتح سننتصر معا. شكرا جزيلا سيادة الرئيس على لقائكم معنا وعلى الوقت الذي خصصتموه للإجابة على أسئلتنا. اسمحوا لنا أن نتمنى لكم ولعائلتكم بالدرجة الأولى الصحة والخير والخير والسلام لسوريا. شكرا. شكرا. شكرا لك. وأنا أود أن أستغل هذه الفرصة لأوجه عبر هذا البرنامج التحية لعائلات المقاتلين الروس في سوريا، وبكل تأكيد كما قلت في البداية الشعب الروسي فخور بما قام به جيشه في سوريا، ولكن بكل تأكيد من حق هذه العائلات أن تكون أكثر فخرا من أي مواطن آخر بما حققه أبناؤهم من إنجازات كبيرة في سوريا، وحموا ليس فقط الشعب السوري وإنما حموا عائلاتهم وحموا مواطنيهم الروس. مرة أخرى أرحب بك في سوريا وشكرا لك. شكرا على الكلمات الطيبة. شكرا.